العقبات الجغرافية الوعرة لولاية سطيف لم تثني عزم السلطات العمومية في تجسيد البرامج التنموية الاقتصادية منها والاجتماعية من أجل ضمان العيش الكريم للمواطن، هو ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي. الحكومة الجزائرية بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية تعمل يوميا وليل نهار بأن يكون المواطن الجزائري متكفل بحاجياته في مختلف القطاعات. قيمها الأساسية هي الحفاظ على مكاسبها، على مكاسب مواطنيها، والرقي بهم إلى أعلى مستويات. وشكلت عملية ربط سكان الولاية بالمياه الشروب أولوية الأولويات لدى السلطات العمومية، ما تجسد من خلال ربط 5 بلديات شمالية بالمياه الصالحة للشرب في الشطر الأول من البرنامج الاستعجالي، في انتظار استكمال ربط 60 بلدية أخرى. اليوم راه متواجد خزان في السدود راه في طور الاستغلال 4 ملاير وحوالي 700 مليون متر مكعب. هذا يعطينا أريحية، ما عدا زوج سدود اللي فيهم شوية نقص، لكن خذينا كل احتياطات مع السلطات المحلية من أجل تجاوز هذه الصعوبات في الصيف المقبلة. ودعما للشبكة الوطنية للكهرباء عين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة وزير الموارد المائية محطة عين أرنات لتوليد الكهرباء. هذا وقد استفاد قطاع السياحة بولاية سطيف من فندق ضمن السلسلة العالمية شيراتون دشنه نور الدين بدوي وعاين مختلف مرافقه وخدماته. وعشية الاحتفال بأحداث 8 ماي 1945 حضر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير الموارد المائية حسين نسيب جانبا من الملحمة التي تم تنشيطها بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.